بان عمك الحجاج بقى حاكم المدينه ومكه، ودي كانت حاجه صعبه جدا على اهل مكه والمدينه، وكان بقى بيعملهم بمنتهى القسوه، وكان حسب ما بتقول روايات الكتب انه انتهت المعركه وانتهت الحكايه، هو بقى راح عامل حركه، انت عارف حركات الناس، انا مش عايز اقول عشان باش ميال يعني، المهم انه هو صلح الكعبه، صلح الكعبه وكان عايز يلعب في الكعبه، قال لهم بقى احنا نرجعها بقى زي ما كانت، عشان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الكعبه الموجوده الوقت دي لا، هي المفروض يكون فيها حجر اسماعيل، تبقى بيضاويه كده ما تبقاش مربعه، يعني حجر اسماعيل يخش في المبنى. فطبعا اهل المدينه اعترضوا وبتاع، لكنه صلح ما يعني اللي حصل في الكعبه، عمل حريقه كبيره جدا جدا جدا. بعد شويه اهل المدينه بعتوا شكاوى لعبد الملك مروان لتصرف سلوك الحجاج في المدينه كان قاسي جدا، فمشي فعلا مشاه وبعتوا حاكم على العراق، وعاش الحجاج في العراق يحكم تقريبا 20 سنه. وله خطب انا الحقيقه ما اقدرش اقولها من قسوة كلامه على الشعب العراقي، اللي هو طبعا رؤوس، انا ارى رؤوس مش عارف اهنت القطافه وبتاع، وكلام جارح جدا في العراقيين، وانكم اهل كذا واهل كذا واهل كذا، هنوا مهانات بليغه، وكان في منتهى القسوه معاهم، لدرجه حكايه لطيفه قوي، قال لهم انا جاي احكمكم ومعايا امر من امير المؤمنين، الرسائل اللي بعتوها دي، فامير المؤمنين كاتب للعراق السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، من امير المؤمنين عبد الملك مروان الى اهل الكوفه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كذا كذا كذا. فهو قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طبعا الناس قاعده ساكته، فراح شخط فيهم قال لهم امير المؤمنين يقرئكم السلام، بتردوش ليه؟ راح قاري الجواب من الاول، راح الناس قالوا عليكم السلام للورقه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.